متابعي قناة شاهد فيديو فوزي العتيبي تنشر فيديو آخر مع زوجها بشكل مستفز ويثير غضب المشاهدين. تابعوا معنا الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. أثارت النشيطة السعودية فوزي العتيبي الجدل بين مواطنيها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نشر مقطع فيديو برفقة زوجها انطلقت خلاله أو أطلقت بداله لفظا غير لائق وغير محبب أو مرحب به في المجتمع السعودي. وشاركت فوزي العتيبي متابعيها عبر موقع تويتر بمقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها أحمد وهم في لحظة مغادرتهما للنادي، إذ ظهرت بملابس رياضية مرتدية تيشيرت وقبعة ووضعت سماعات في أذنيها وظهرت منشغلة بشيء ما. وحين طلب منها زوجها أن تتخلى عن القبعة وتسدل شعرها على كتفيها استجابت له، ولكنها أطلقت لفظا غير لائق أشارت به إلى سبب تغطية شعر رأسها. وقالت الفوز العتيبي إن شعرها زق، وهذه الكلمة تعني في السعودية وبعض الدول الخليجية البراز، لتعبر إن شعرها غير جيد فاضطرت لجمعه وارتداء القبعة. وعبر زوجها عن إعجابه بمظهرها أيا كان بعدما نفذت ما أراد وسط تبادل الثنائي للقبلات، قال زوجها والله بموت فيها. وللأسف لقى مقطع الفيديو انتقادات واسعة، حيث أكدوا أن نشره لا يصح لأن الزوجين لهما خصوصيات ويجب احترامها وعليهما ألا يكشفوا عن أدق تفاصيل حياتهم للعلن. وتطرق آخرون إلى أن اللفظ زق غير لائق، وكان يجب على فوز العتيبي ألا تطلق مثل هذه الكلمة على موقع التواصل الاجتماعي كونها مرفوضة في المجتمع السعودي. ونتمنى أن نكون وصلنا هذه الكلمة بطريقتها الصحيحة للمجتمع السعودي. كما انتقد آخرون زوجها لأنه طلب منها أن تسدل شعرها، منوهين أن الزوج لابد أن يكون محافظا بشكل أكثر. فيما تهكم آخرون عليها وخاصة السيدات. النشيطة أثارت مؤخرا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المسيئة للرجل الشرقي عموما، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج. وقالت فوز قبل كده في أحد اللقاءات إنها كسرت القاعدة وتزوجت رجلا شرقيا من السعودية، إلا إن زوجها لا يحمل أفكار الرجل الشرقي ويمنحها حريتها الخاصة لأنها ضد أفكار الرجل الشرقي. وأضافت إن أفكار الرجل الشرقي تكمن في تقييد حرية المرأة لأنه يعطي لنفسه صلاحيات في اختيار الملابس التي ترتديها، موضحا إنها لا تتدخل في شؤونه الخاصة وبالتالي فإنها ضد أن يكون له سلطة عليها في ذلك. أما بالنسبة للشروط فوزي للزواج، هي كان من بينها منزل يسجل باسمها ومقدم صداق يصل إلى 100,000 ريال سعودي وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة ومؤخر قمت 500,000 ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظارهم، حتى إن بعضهم علق لها بأن هذه الشروط ستجعل من زواجها لا يستمر أكثر من 6 أشهر.